قضيت بريكة ساحل اليوم المحاكمة بتاع الجنزوعي عبد الله القلال بوكاسا محمد النصر العليبي قدم المحكمة العسكرية 23 نوفمبر 2011. هذا يوم تاريخي لأنه أول محاكمة في التعذيب، أول محاكمة فيما يسمى بجرائم التعذيب بعد ثورة 14 جانفي. سمعنا برشا حقائق وبرشا مغالطات. ننتظروا اليوم من أنا لننتظروا أنا كمحامية من العدالة، كوني أنا كمحامية باش نقدم معناتها منوبية باش ندافع عليهم، باش ندافع عليهم اليوم حتى لو يعني اليوم فما هذوما موجودين في السجن، أنا باش ندافع عليهم بمنوبية بمؤيدات بحقائق بشهادات بالتاريخ اللي كانوا معناتها من خلال يستغلوا في وسائل الإعلام وخلال الصحف ويشوهوا في المنوبين بتاعنا. اليوم الحمد لله قعدنا هذا كدليل، اليوم كدليل قاطع أمس خدمتهم الصحافة، اليوم باش تخدمني أنا في ملفي في الملف هذاك كمؤيد، خاصة عبد الله القلال وقت عملنا الصحفية لا أعتقد أنه كان يظن بأن الساحرة سينقلب على الساحر. اليوم فما تصريحاته فما أقواله 23 مايو 1991 في 23 نوفمبر 2011 نقدم له الوثيقة هذه. تنجم دخلنا معناتها هو ديجا الجنزوعي يحكي يقول التقارير انا ما نشوفش معناتها الجماعه اللي تتعذب حسب القول نتاعو انه ما يشوفش معناتها ياخذ تقارير والتقارير يوصلها قلال، وقلال قال انا ما توصلنيش التقارير توصل وكيل الجمهوريه. التناقض هذا كيفاش نجم تفسره بالله؟ التناقض هذا يعني موجود في معناتها كل واحد بالطبيعه يحب يتمرس من مسؤوليته ويحب يرمي الكره كما يقولوها عند 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 الاخر ويحب معناتها يتملص من المسؤوليه من لكن في القرار ختم البحث يعني كانت استنطاق أثناء استنطاق مع أمام قاضي التحقيق كانت الأمور يعني واضحة في هذه القضية. كان يعني قليل قال اللي عبد الله الجنزوعي هو الذي يتلقى التقارير وهو يرسل مباشرة، لكن أثناء مكافحته اليوم في الجلسة يعني قام بعض يعني قام تناقض وتراجع في الأقوال نتاعو، وهذا معناتها يأكد كونهم الناس هذوما معناتها يعرفوا برشا حقائق اللي هما ضالعين في الجرائم هذه والجرائم هذه. ولكن في كل مرحلة من مراحل البحث في كل مراحل المحاكمة في كل مرحلة من التحقيق أو تتغير الأقوال والتضارب معناتها صارخ في الأقوال نتاعهم أمام التحقيق ولا أمام معناتها المحكمة. اليوم احنا في الجلسة القادمة المقبلة ما زلنا معناتها على نفس الأساس معناتها باش ندافعوا على منوبين اللي هما راهم تعذبوا ما هماش على التداو تم الاعتداء عليهم بالعنف كما تم ذكره يعني وتم إحالته على المجلس الجناح، وإن شاء الله ربي يظهر حقهم وإن شاء الله الملامح نتاع القضية هذه قضية اللي هي تم إحالة فيها على الأقل تم إيقاف وتعذيب 300 عسكري هذوما ضباط سمين. نحبوا نفهموا التاريخ كيفاش كان يتم بلورة المؤامرات هذه في وزارة الداخلية، من كان مسؤول على التعذيب، شكون كان يعطي التعليمات هذه أساسا، هذه علاش الهدف الحقيقي من وراء الشكاية هذه اللي تقدمت بها منذ أفريل 2011 إلى اليوم. نحبوا نفهموا المؤامرة هذه وتشكيلات وتفصيلات، وهي قاعدة اليوم بذكر محمد الحاج اليوم ومعتها بديت كاينها الملامح تتشكل شوية، ولو انه محمد الحاج كاينه عنده مازال عنده غطاء وكاينه ما يحبوش يقولوا عليه شكون محمد الحاج. نحبوا اليوم مازلنا نحب تتوضح الصورة اكثر ونحبوا القضاء اليوم بعد 14 جانفي يقول ياخذ مجراها الحقيقي. شكرا.